الإخوة الكرام، ليلة سيد الأنام يزيد فيها الانسجام بسماعنا لآيات الأحكام. قارئنا الآن من أبناء الشرقية وبصوت النبي عما وجاب الدول الإسلامية، حظه من الأسماء ممدوح وفي صوته منفوح وفي خلقه ممدوح وأداؤه كل وضوح. هيا ليصبح الفؤاد مشروح باستماعنا لشيخنا ممدوح جودة سعد ابن الشرقية، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم الراشدون.
تعالى على سيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. سيدنا النبي الله. Oh!
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم وزينه في قلوبكم فأصلحوا بينهما فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين
اللهم صل على النبي. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الشيخ مسموح له بربع ساعة بس كفاية كده عشان بقى له دقيقتين اتنين.
أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. من 10 أيام اتصل بي الشيخ ممدوح جودة سعد وبالنص الواحد قال أنا عايز أروح أمسية المنايل مستبركا بالساحة. فقلت له معي إن شاء الله. فعلشان هو رجل مخلص ربنا بعت له النهاردة نفعة عزا في قرية حوض الطويل مركز من القمع، لكن برضو خلص وجه وربنا وفقه بأمر الله، وإن شاء الله تكون عاد عليه اتيانه لهذه الساحة المحمدية الإلهية. بشكر لكم جميعا باسم سيدنا الشيخ عبد الرحمن والشيخ سعيد عبد الرحمن، وبكرر شكرنا السيد النائب محمد بيه المدينة بخدماته التي لا تحصى وجمائله التي لا تنسى، كما اشكر السيدة الدكتورة إيمان عبد العزيز.